أحلى تحية من مصر، أهلا وسهلا فيك يا أحمد. ما نبغى نقول شعب متخلف، لكن شوفوا البنات متلهفين على هالشيء ويبغونه. يعني أنا ما أقول لكم إنه ما راح يصير في حوادث، بيصير في حوادث لأنه كثير بنات وصغار يمكن متلهفين على هالشيء. بس لا، إن شاء الله خير، إن شاء الله خير. عليكم السلام، أهلا وسهلا. أنا والله يا حبيب قلبي بسوق إن شاء الله، بس أخذ الرخصة. للحين ما أخذت الرخصة، للحين ما جاني الدور. وصباحك يا عمري، أهلا وسهلا. انتو باولو خير وان شاء الله خير خير، الله يسلمك. طب انا هقول لكم شغله، انا برا سكت، اوكي؟ صح انه ما عندي رخصه، بس سكت عادي، ما فيها شيء. السواقه مو انه شوف انه الوحده ما تركز، طبيعي بتصير لها اكسيدنت، بيصير شيء. خلينا نقول، ما راح نقول اكسيدنت، بس بيصير شيء. بس تركز تركيز تام، ما تقدر تلتهي بجوال ولا تلتهي تزين غرتها ولا تزين مدري وشو. الحمد لله بتمشي في طريقها وكل شيء وعلى مهلها. لكن هنا عندنا الشباب، يعني اليوم انا ما اتوقع انه في احد، يعني في شاب ما راح يلف على بنت. بنت تسوق. طب ما انت تروح البحرين وتشوفهم يسوقون، ليش ما تقول بنت تسوق؟ ليش؟ اهلا يا محمد، هلا وغلا. ليش ما تقول بنت تسوق عادي؟ طيب انت شايفهم في البحرين، ها بنات الشرقية يسوقون في البحرين. يا جماعة الخير، في سعوديات ساكنين في البحرين، سعوديات ساكنين في دبي ويسوقون السيارة عادي. ما وقفت علينا، والله ما توقف علينا.